السلام عليكم أحبتي وأصدقاء متابعي قناتي الأعزاء، أتمنى تكونون بخير وصحة وعافية، وجيناكم بآخر أخبار الكرة العراقية، يلا خليكم ويانا. نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم وعبر صفحته على الفيسبوك جدولا بمباريات منتخبنا الشبابي المشارك في بطولة كأس العرب التي ستقام في المملكة العربية السعودية، حيث سيخوض منتخبنا الشبابي مباراته الأولى أمام منتخب موريتانيا يوم السبت المصادف 23/7 في تمام الساعة 9 مساء. أما المباراة الثانية اللي حيخوضها منتخبنا الشبابي أمام منتخب المملكة العربية السعودية صاحب الأرض والجمهور ستقام يوم الثلاثاء المصادف 26/7 في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت العراق. تمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا الشبابي في هذه البطولة إن شاء الله. وعن مهاجم منتخبنا الواعد ونجمه القادم علي الحمادي وفي تصريح له قال: أسعى لتقديم أفضل ما لدي هذا الموسم مع نادي ويكاب واندرز الإنجليزي. تمنياتنا بالتوفيق لك يا علي الحمادي. وعن مباراة في الدوري السويدي طرفيها لاعبي منتخبنا الوطني، حيث فاز نادي هامربي السويدي واللي يحترف للاعبنا مهند جعاز على نادي غوتنبرغ اللي يلعب لكيفن يعقوب أمير العماري بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة 13 للدوري السويدي الممتاز. مهند جعاز شارك طول المباراة وساهم بصناعة الهدف الأول لنادي هامربي، بينما امتدت المشاركة الأساسية لكيفن يعقوب لغاية الدقيقة 56. أما لاعبنا أمير العماري دخل بديلا منذ الدقيقة 56 بتشكيلة غوتنبرغ. بالتوفيق للاعبينا في دورياتهم وأنديتهم المحترفين بها. أما عن مهاجم منتخبنا الأولمبي أمين الحموي واللي شارك أساسيا في مباراة نادي هلسنبورغ لغاية الدقيقة 60، مباراة خسرها رفقاء أمير الحموي بهدفين دون رد أمام نادي يور جوردن ضمن الجولة 13 الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم. أما عن مدافع منتخبنا الأولمبي كاردو صديق، حيث صرح مدرب نادي كريستال بالاس الإنجليزي الفرنسي باتريك فييرا قائلا: لقد اخترت بعض المواهب بأعمار صغيرة لغرض أعطاهم الفرصة للتحدي والكشف عن إمكانياتهم في مباريات بمستوى عالي. اللاعبون الذين جلبتهم صغار جزء من نسيج الفريق، وإن جولة سنغافورة وأستراليا التحضيرية سوف تتيح لنا تقييم أدائهم وتحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بهم أمام مشاركاتهم أمام الفرق الكبيرة التي سنواجهها. أما عن المبدع شيركو كريم، حيث كشفت مصادر مقربة من لاعب منتخبنا الوطني شيركو كريم أنه لن يجدد عقده مع فريق أربيل الناشط في الدوري العراقي الممتاز والموجود على طاولته مع عدد من العروض المحلية والاحترافية. وأكدت هذه المصادر بأن شيركو كريم لديه مفاوضات مباشرة مع نادي الكويت الكويتي بطل الدوري الكويتي الممتاز، إضافة إلى عرض آخر من أحد الأندية المعروفة في إيران دون الكشف عن تفاصيل العرضين. وأضافت هذه المصادر بأن لاعب منتخبنا الوطني يعطي الأولوية للاحتراف الخارجي سواء في إيران أو الكويت، ومن بعدها سوف يدرس العروض المحلية الأخرى بما فيها مسألة تجديد لناديه السابق أربيل. وأفادت هذه المصادر أن شيركو كريم منفتح على جميع العروض المحلية في حال أنه لم يحترف اللعب خارجه، نافيا ما ورد في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه لن يلعب إلا لفريق أربيل. وأضافت هذه المصادر إلى أن هناك ثلاث أندية عراقية قد فتحت خط المفاوضات مع لاعب اللي يبلغ من العمر 26 عام، لكنه يمنح نادي أربيل أولوية شرط أن تكون قيمة العرض المالية متقاربة، وإلا فإنه سيحدد اللعب لفريق جماهيري في العاصمة بغداد. بالتوفيق لك يا شيركو.